اوبا هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دييغو، واليوم عندنا فتح طلبية مو تعاون، بس هم في كود خصم ان شاء الله راح تلقونه خلال الفيديو، راح يكون مع احد الشركات اللي انا مغرم فيها. حتى تلاحظون ان بالقناة سويت لكم قوائم اللي هم البلاي ليست شيء انصار بروح، والشركات الباجية اللي اطلب منهم وايد كل واحدة صارت بروح، وفي المتنوع المختلط. يب، فلعشاق الطلبيات خليكم معانا لان في اغراض راح تعجبكم اليوم، وناخذ رايكم اخر شيء في الكومنتس. يلا خلونا نبلش، بس ايش فيني نسيت. خلونا نبلش، بس قبلها خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، سو اول قطعه اللي هو هذا القميص من زمان طالبه، نطرت اول شيء اخلص التعاون بعدين قلت اعرض اللي انا شريتهم بمحفظتي، يعني فلوسي الخاصه او نقاطي عن طريق شيئاً. عجبني القميص انه وايد صيفي وايد بحري، حسيت شيء بالصوره وانا اشوفه وانتم تشوفونه هنا بالصوره، ما شيء حسيته غريب يعني ما القى وايد، يعني وايد طقته من كنا بولنبير يو نو، ف هو احنا نقوله بالكويتي بولنبير بس هي بولنبير، بس يعني انا سافت اليوتيوب واليوتيوب سويتوا لي فيها موضوع تبوني شو اسمه. عموما فاحس وايد حلو، يعني سالفه الماسترد كاتشب مخردل يعني وايد وايد حسيته انه شيء حلو حلو حق لبس معين، يعني حتى حلو مع الدنم الفاتح اللي انا لابسه، بس بطريقه معينه راح البسه، وما ادري يمكن يكون مفتاح في شنو راح البس او احد يلبسني اياه بشنو راح تلبسني. القطعه الثانيه هم قميص، انا وايد احب الطبع الفكتوريه اللي هي فيها هذول النكشات، وهالمره مدخلين معاها شوي الزيبرا، حسيته وايد حلو، ومعاه بعد لابرد اللي هو طبعة التايجر. صدق انه تحس انه وايد زحمه بالقميص، بس احس هذه القطعه بروحها تلبس كل شيء ساده معاها، والقطعه الوحيده اللي تلبس كذي. اي صدق ملاحظين يوم لابس كبوس حط تاج نلم الكشه للحين ما زال قاعد يطول، مع انه حاب هذول الدناديش اللي طالعين من هني يا لفدت، بس القميص شوفوا حتى خامته بارده وايد صيفي، يعني حتى تقدرون تلبسونه بالشتاء اذا قطيتوا فوقه جاكيت، بس احسه وايد حلو راح يطلع في اللبس، يعني حتى برودته وايد بارده خامه، الفينشنج مالها وايد مرتب، والزراير كلها مخفيه، وان شاء الله انتم مستمتعين بالنظام الجديد عن النظام القديم، وحلو الازرار اللي هني الذهبي اللي محطوط، او كل الازرار الذهبيه حبيت موفق هني يبين. القطعه اللي بعدها عباره عن هذا الجاكيت، شوفوا انا احب البير، عرفتوهم هذول اللي يصيرون نظامهم خامه الدباديب المحشوه، هو شتوي اكيد يعني حبيته، صدقنا بالصوره شكله غير، بس صراحه يعني مو اللي انا مصدوم انه غير عن الصوره، يمكن الموديل كان لابس بطريقه معينه باضاءه معينه، بس وايد حبيته ان الخامه فيها ستاتيك الستيك النظام اللي ينمط، فوايد حبيتها سالفه انه ينقط، حتى تخيلوا قميص شي رسمي كرفته او بوتايه وهذا مقطوط، يا يعني انت لابسه ورافع او انه قطع الكتوف، وايد حبيتها انا هذول، اذا زهقت منهم وحللتهم اوديهم الخياط خليه يقص لي اياهم نص كم والبسهم بالشتاء او جو الربيع اللي يكون شوي هذا البارد اللي يقرص قرصه بسيطه، حبيته وايد حبيته، وايد الفينشنج مرتب والزراير حلوه لبردي محطوطين loved it. اوكي جايز، اللي متابعيني وعارفين يعرفون هالقطعه هذه، طلبتها من قبل. شو اللي خلاني اطلبها مره ثانيه؟ صراحه بكل امانه وايد حبيت الملمس مالها، صح انه هم نظام البير اللي هو الدبدوب، بس هذا الانعم. طلبتها من قبل، محمد شل عبط تطلب مره ثانيه؟ مو عبط صدقوني، بس قاعد افكر اني انا ابي اقصرها، يعني بوديها عند الخياط بخليه يشيل الجيبه يرفعها شوي فوق وبقصرها، او انه بقصرها لهني. انا عندي الطويله
بس بخاطري اقصرها لهني، يعني بخاطري يصير عندي يعني نظام الجاكيت اللي جاكيت مو كوت، عرفتوا؟ فعشان شي رديت طلبتها مره ثانيه، موفقه الف موفقه الف موفقه الف، ومعاها هودي كبوس من ورا، ما يعني ما عندي اي تعقيب سيء عليها. لفدت القطعة اللي بعدها عبارة عن هذا القميص، مو متعودين علي ان اطلب قمصان صح، بس صراحة انا اعشق الاصفر، درجات الاصفر وخصوصا المخطط. تعلمت ان اذا ابي مثلا اعرض البس الخطوط تكون بالعرض، لكن اذا ابي جسم يصير فيه طول البس بالطول. فوايد حبيت واوف خامته، خامته تينن، خامته حلوة، صيفي 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 بحت، صيفي بحت. والنظام الغولة اللي فوق شوفوها، النظام اللي يسمونه اعتقد اعتقادي يعني صححوا لي اذا غلط، اعتقد يسمونها نظام الكارغو، ان الجراج نظام الجراج اللي تصير من غير القبة هذه او الغولة هذه، ما ايش يسمونها، احنا نسميها بالكويتي غولة، الغولة انتوا عندكم شو تسمونها ما ادري. فصراحة شيء ان هو الوحيد اللي خلاني احب من عندهم الغولة هذه وغولة البجامة، راح اوريكم بالقميص اللي وراه غولة البجامة، بس هذا نار. قلت لكم غولة البجامة، هذه هي شكل غولة البجامة مثل ما تشوفونها بالصورة، وراح اطلع انا اجربها قدامكم. الطبعة فيها شيء غريب، ان بالصورة مبينة ان البيجيات اكثر من السواد، بس لما وصلت السواد اكثر، هل عشان تأثير الصورة ولا هما قطعتين؟ ما ادري ما ادري، انا كنت افضلها بيج، بس مو سيء الاسود يعني هم حلو، يعني انا ما بيحكم عليه الا بعد ما اجربه اساس اعرف اذا يعني واو او لا. كانت اخر قطعه حاطها بالسله. في اشياء اذا تحسون ان انتم صدق تبونهم لا تشيلونهم من الفيفرت، خلوهم مرات يردونهم. فلما رجعت ما رجعت سمول، رجعت ميديوم، فما ادري راح تبين معي هني اذا راح اسويها سالفه خياط او انا راح اخليها. بس القميص من هني قصته قصة البيجامة، وانا البسه راح تشوفون شلون مبطل قصة البيجي. حبيته وايد حبيته، بس كنت افضل لو البيجيات اكثر، بس حلو فيكتوريان لفتت. هذا اللي هم متابعيني من قبل يدرون ان انا طلبت منه لون الابيض، الحين طلبت اللون الرمادي، وايد حبيته. اي معاه بروش بروحه، طبعا اكيد انا راح اشيل البروش، انا مو طالبة عشان البروش، البروش راح احطه مع البروشات، يمكن استعملها بشيء ثاني، يصير على برج ايفل مع روز نايس. بس انا اهم شيء عندي الجاكيت البليزر هذا، صد 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 جربت الابيض، قلت لازم اخذ الاسود الرمادي، وما في منه اسود. الفينيشينج مالته النظام اللي نوت دان، وايد حبيتهم، بس فينيشينج مرتب وداخليته، يعني حتى لو الواحد يبي يضيج ما راح يصير عنده بطانة ان الواحد يتعب على ما يضيج ومن هالامور هذه. حبيته، ما عندي اي تعقيب، لان انا مجرب الابيض. اذا تحبون سالفة الجاكيتات اللي شي انصحكم صراحة نار. وبكذي تكون طلبيتنا لليوم خلصت، ان شاء الله عجبتكم القطع وخذيتوا ريفيو حلو مرتب على المكان اللي تسوقت فيه اونلاين اللي هو شيئن. كود الخصم مثل ما قاعد يطلع لكم على الشاشة، استفيدوا منه، يخصم لكم 15%. عليكم ألف عافية، وإذا أعطوني كود لقدام أكثر أكيد راح أحط لكم إياه. خلوا عينكم بطلة على القناة، لا تنسون يا جماعة، أساس ما وقف بالقناة لأني قاعد أبرد قاعد أبرد قاعد أبرد بالقناة، إن قاعد أقول ها دام ما في يعني الدعم اللي أنا متعود عليه منكم، لا ما بينزل، معودكم يوم وترك. لاحظوا قطعت عنكم كنت أسبوع، فالحين قاعد اصور فيديوهات وايده اساس انزل لكم بالقناه. لا تنسون تدعمونا في لايك سبسكرايب شير وكل شيء، واكونتاتي بمواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قاعد يطلعون عندكم هني تحت، حياكم الله تنوروني، وموجودين في الوصف. وشكرا لصاحب او صاحبه التعليق اللي قاعد يطلع على الشاشه، ثانك يو سو ماتش على الكلام الطيب. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، كان معكم محمد دييغو، ماتش لاف اند ريسبكت. وهذه بوسة لكم، شو نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. بوب بوي بوب بوي بوب بوي.